مرحبا، أنا محمود غزيل من لبنان، صحافي متخرج من الجامعة اللبنانية، ولكن هاوي إفساد متعة الآخرين، خصوصاً لما اكتشف أنه هيدي المتعة قائمة على معلومات كاذبة. شهد لبنان بالعشرين سنة الماضية توسع كبير بعدد المواقع الإلكترونية والخدمات الإخبارية عبر منصات التواصل، وبحين صارت المعلومات توصل بشكل أسرع وبجمهور أكبر، ولكن ما صار في كتير اهتمام بضرورة التأكد من المعلومات قبل نشرها، بحيث أنه عدد كبير من أعلام لبنان اليوم قائم على كوبي وبيست، نسخ ولصق. من هذا المنطلق انطلقت أنا برحلة التدقيق بالمعلومات، خصوصاً يلي عم تصير رائجة وفايرل بين اللبنانيين، لنحط حد للمعلومات يلي عم تسيء أو عم تضخم من الأحداث أو الأطراف. ولكن على الرغم من المعارك الرابحة، إلا أن الحرب بعد طويلة حتى تخلص. مشكلتنا اليوم بأنه بدل ما يتم شكرنا على نشر التصحيح وتصويب المعلومات والمساعدة، بيصير في تطنيش أو حتى المهاجمة بشكل شخصي، ما يعني أنه ثقافة التصحيح والتدقيق بالمعلومات بعدها ضعيفة. مبارح كنا عم نحتفل بكذبة أول من نيسان، خلونا اليوم باثنين نيسان باليوم العالمي للتدقيق بالمعلومات نكون أوعى وما نخلي المعلومات الكاذبة تأثر على أفكارنا وقراراتنا.